عن المال أو المتعة، لكنها اختارت العمل مع ما ظنته واحة الحرية والديمقراطية. قالت عنها جولدا مائير أنها قدمت لإسرائيل أكثر مما قدمه بن غوريون نفسه. تسببت المعلومات التي نقلتها في ضرب كل منصات الصواريخ المصرية قبل حرب 73. رغم كل المحاولات والوساطات الدولية التي تمت للإفراج عنها، إلا أن السادات أصدر الأمر بإعدامها. إنها أخطر جاسوسة عربية نجحت المخابرات الإسرائيلية في تجنيدها. بعد هزيمة يونيو عام 1967 انتابت حالة من الاكتئاب جموع الشعوب العربية في الشرق الأوسط. الإحساس بالضعف والذل شعر به العرب والمصريون، خاصة المقيمين منهم في الخارج. قعدت شهر ونص في بيتي مش قادرة أقابل البوابة تحت، كنت في باريس في الأزمة. اللي بقى يقول على روحه أنا معرفش منين، واللي بيقول يعني الناس كانت خايفة تقول أنا عربي ولا أنا مصري. هبة عبد الرحمن سليم عامر ولدت في حي المهندسين بالجيزة لأسرة ميسورة الحال، ترجع أصولها إلى صعيد مصر وبالتحديد محافظة أسيوط. حصلت على شهادتها الثانوية عام 1964 والتحقت بكلية الأداب جامعة عين شمس قسم اللغة الفرنسية. كان والدها يعمل مدرسا في التربية والتعليم، وتم ندبه للتدريس في ليبيا. أثناء دراستها في الجامعة تميزت بنشاطها وتعدد علاقاتها الاجتماعية، فلفتت نظر أستاذ الأدب الفرنسي والذي كان فرنسي الجنسية، فرشحها للسفر إلى فرنسا لاستكمال دراستها من خلال منحة للدراسة بجامعة السوربون. لم تتردد هبة في الموافقة وأقنعت والدها بالسفر. هبة سليم فرزت من رئيس قسم الأدب الفرنسي في جامعة عين شمس. الخيط الأولاني خالص لجرها لما لكل ما حدث هو هذا الأستاذ. كنت معجب بها أشد الإعجاب لذكائها، حسها الوطني، متابعتها للأحداث العربية بصفة عامة، وخاصة القضية الفلسطينية. كانت بدايتها في باريس عكس ما انتهت إليه، فقد كانت محملة بهموم الوطن والدفاع عن قضاياه، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة بعد هزيمة عام 1967. فور وصولها فرنسا أقامت عند أحد الأسر المصرية هناك ذات الأصول الصعيدية أيضا، وحاولت الحصول على وظيفة في السفارة المصرية في باريس ولكن لم يتم قبولها. سرعان ما تبدلت أفكار هبة التي كانت تحمل الكثير من الوطنية عندما جمعتها مدرجات الجامعة بفتاة يهودية من أصول بولندية، وتوثقت علاقتها بتلك الفتاة حتى أنها كانت تذهب لقضاء السهرات معها في منزلها، وهناك التقت بلفيف من الشباب اليهود الذين كان من بينهم أحد ضباط الموساد. أقنعها هؤلاء الشباب على مدى العديد من الجلسات بأن إسرائيل لا تريد الحرب وأنها دولة قوية جدا، بل أقوى من كل العرب، وهذا ما جعلها تفكر في خدمة إسرائيل رافضة المال الذي قدموه لها. كانت المهمة الأولى التي كلفها بها الموساد هي الاختلاط بالشباب العربي في باريس ومحاولة تغيير وجهة نظرهم تجاه إسرائيل، وأيضا محاولة تجنيد من تستطيع تجنيده من الشباب العرب لخدمة إسرائيل. ده قالت له كان هتقدم لخطبتي وأنا رفض. طب اقفلي بقى باريس وانزلي شغلتك الأساسية تجنيد فرويد. في باريس وأثناء جلوسها مع ضابط الموساد المكلف بالتواصل معها، حكت له عن ضابط الجيش المصري الذي كان يريد الارتباط بها في مصر ولكنها رفضته لأنه تقليدي وهي لا تحب هذا النوع من الرجال. فتهلل وجه ضابط الموساد وطلب منها سرعة التواصل مع الضابط المصري، وأعادت العلاقة معه مرة أخرى تمهيدا لتجنيده. المقدم مهندس صعقة فاروق عبد الحميد الفقي الذي كان يشغل مدير مكتب قائد سلاح الصعقة وقتها، العميد نبيل شكري ورئيس الفرع الهندسي لقوات سلاح الصعقة في بداية السبعينات، لم يكد يصدق فاروق نفسه عندما وجد هبة تتصل به بعد نزولها من فرنسا في أجازة لتخبره بموافقتها على الارتباط به. كان فاروق دائما التغيب لفترات، وكانت تلك الفترات فرصة لشجار مفتعل تمكنت من خلاله هبة أن تحصل على بعض المعلومات الأولية عن طبيعة عمل خطيبها، وكانت المفاجأة أنه يخرج في مهمات عسكرية على جبهة القتال لتنفيذ مواقع جديدة لصواريخ حصلت عليها مصر سرا من روسيا، سيكون لها دور فعال في الحرب ضد إسرائيل، كما تحدث معها في أدق الأسرار العسكرية قبل أن يريها عدد من الخرائط العسكرية الخطيرة التي كان يحملها في حقيبة خاصة، ويشرح لها بالتفاصيل أماكن المواقع الجديدة.
أرسلت هبة ما حصلت عليه من معلومات من فاروق إلى باريس، حيث ضابط الموساد الذي يتولاها برعايته، وأرسل هذه المعلومات من فوره إلى تل أبيب التي سرعان ما توصلت إلى صحة هذه المعلومات وخطورتها، فطلبت من رجلها في فرنسا أن يوليها اهتماما كبيرا باعتبارها عميلة فوق العادة. أسابيع قليلة تلقت بعدها هبة التعليمات الجديدة والتي تمثلت في العمل بكل الطرق للحصول على طبيعة تسليح هذه المواقع والمواد المستخدمة في بناء قواعد الصواريخ ومواقعها التبادلية المقترحة. كانت التعليمات الجديدة تقتضي أن تسافر هبة إلى باريس على وجه السرعة. التكلفات الجديدة التي تلقتها هناك تتمثل في تمييز خطيبها الضابط بالجيش المصري. بعد عودتها إلى القاهرة بالتكلفات الجديدة، استغلت هبة لحظات ضعف خطيبها أمامها وعرضت عليه العمل لصالح الموساد الذي سيؤمن لهم العيش في نعيم باريس وتحت حماية القوى الكبرى في العالم. نجحت في أنها تجنده وابتدى يديها معلومات ومعلومات الحقيقة كانت درجة سر للغاية، دمر 70% من معلومات السر للغاية عن القوات المصرية. أصبح فاروق عميلا للموساد وقام بإمدادهم بوثائق وخرائط عسكرية غاية في الخطورة عن منصات صواريخ سام 6 المضادة للطائرات. وفيما كانت الأنباء السارة تنهمر على تل أبيب، كان جهاز المخابرات المصري يبحث عن حل للغز الكبير والذي كان يتمثل في تدمير مواقع الصواريخ المصرية أولا بأول بواسطة الطيران الإسرائيلي وحتى قبل أن يجف البناء. وكانت المعلومات كلها تشير إلى وجود عميل عسكري يقوم بتسريب معلومات سرية جدا إلى إسرائيل. في هذه الأثناء قامت هبة بزيارة إسرائيل 9 مرات، قابلت فيها قيادات وزعماء إسرائيل الذين كانوا يعتبرونها عميلة فوق العالم. وقالت عنها جولدا مائير أثناء تعريفها لمجموعة من القيادات قائلة إن هذه الآنسة قدمت لإسرائيل خدمات أكثر مما قدمتم لها جميعا وأكثر مما قدمه بن غوريون نفسه. كان البحث لا يزال جاريا في القاهرة عن الجاسوس الغامض حتى اكتشف الأمر أحد مراقبي الخطابات الصادرة إلى الخارج في قسم تابع للمخابرات المصرية. كان الخطاب موجها من فاروق إلى هبة وكانت سطوره تفيض بالعواطف الجياشة، لكن الذي لفت انتباه المراقب الذكي تمثل في عبارة كتبها مرسل الخطاب تقول إنه قام بتركيب إريال الراديو الذي عنده، وكان عصر إريال الراديو قد انتهى. انقلبت الدنيا في جهازي المخابرات الحربية والمخابرات العامة، مسحت شوارع حي الدقي حيث كان يقيم فاروق، حتى عثر أحد أفراد فرقة البحث على جهاز الإريال فوق إحدى البنايات ليكتشف ضابط المخابرات أن الشقة التي يصل إليها سلك الإريال تخص ضابطا يعمل وقتها مديرا لمكتب إحدى القيادات المهمة في الجيش، وكان هو نفسه المقدم فاروق عبد الحميد الفقي. كان فاروق في تلك الأثناء في مهمة عسكرية بعيدا عن القاهرة، وعندما عاد إلى مكتبه تم القبض عليه مباشرة. اعترف فاروق بما حدث وكيف جندته خطيبته، وقدم سريعا للمحاكمة العسكرية التي قضت بإعدامه رميا بالرصاص. لكن جهاز المخابرات كان له رأي آخر يتمثل في استثمار ما يضعه جهاز الموساد الإسرائيلي من ثقة في فاروق وشريكته، فطلب من فاروق أن يستمر في نشاطه، خاصة أن هبة لم تعلم بعد بأمر القبض عليه. اقتيد فاروق إلى مكان خاص بالمخابرات المصرية وخضع لسيطرة نخبة من الضباط تولت توجيهه ليتم إرسال رسائل تم توظيفها بدقة ضمن مخطط للخداع. وتواصل الاتصال مع هبة بعد القبض على فاروق لمدة 2 شهر قبل أن تقرر المخابرات المصرية استدراج هبة إلى القاهرة بهدوء حتى لا تنجح في الهرب إلى إسرائيل إذا ما اكتشفت الأمر. كانت خطة القبض على هبة تتضمن أن يسافر ضابطان من جهاز المخابرات إلى ليبيا لمقابلة والد هبة الذي كان يشغل وظيفة كبيرة هناك، وإقناعه بأن ابنته تورطت في عملية خطف طائرة مع منظمة فلسطينية وأن الشرطة الفرنسية على وشك القبض عليها، وما يهم هو ضرورة هروبها من فرنسا لعدم توريطها. واستعانت المخابرات في هذه المهمة بالسفير فخري عثمان والذي كان يعمل في السفارة المصرية في فرنسا وقتها، وسبق له مقابلة هبة هناك ثم انتقل للعمل في سفارة مصر بليبيا. الحدوتة اتقالت انه مريض جدا وحالته سيريس قوي، فقام بالاتصال بها في فرنسا واخبارها بمرض والدها. هي كانت معركة بقى نفسية، واقنع والد هبة بارسال برقية عاجلة لابنته بمرضه. جاء ردها سريعا ببرقية تطلب منه ان يغادر طرابلس الى باريس، حيث انها حجزت له في اكبر المستشفيات هناك وانها ستنتظره بسيارة اسعاف في المطار. نجحوا الموساد انهم يقنعوها
الكلام ده ليس له أساس من الصحة. وقامت المخابرات المصرية بالتنسيق مع نظيرتها الليبية بحجز غرفة في مستشفى طرابلس للأب الذي أرسل مجددا لابنته يخبرها بعدم قدرته على السفر إلى باريس لصعوبة حالته. تأكدت المخابرات الإسرائيلية من صحة البرقية بأن أرسلت شخصين للتأكد من وجود والد هبة في المستشفى الليبي، وعندها فقط سمح لها بالسفر على متن طائرة إيطالية في اليوم التالي إلى طرابلس. خدت طيارة على إيطاليا، باريس، روم، حد ما جت لنا في مطار طرابلس. وفور وصول الطائرة الإيطالية كان في انتظارها في المطار السفير فخري عثمان، وكذلك كانت طائرة مصر للطيران تنتظرها. وبالتنسيق مع المخابرات الليبية نجح ضباط المخابرات المصرية في نقلها في صالة كبار الزوار داخل مطار طرابلس إلى طائرة مصر للطيران، وحينها تأكدت هبة أنه تم القبض عليها فانهارت تماما. طبعا كان في بديل إذا فشل ده كله بالطريق البري، عربية إلى بنغازي ومن بنغازي للحدود المصرية. فور وصولها القاهرة قامت المخابرات المصرية باستجوابها واعترفت بتعاونها مع الموساد. قعدت السجن فيها هي مسليم 71 يوم. أصدر القضاء المصري بحقها حكما بالإعدام شنقا بعد محاكمة اعترفت أمامها بجريمتها. يقول الفريق رفع الجبريل الضابط السابق في المخابرات المصرية إن الضابط فاروق الفقي كان ضمن الضباط القلائل الذين كانوا سيعرفون بموعد حرب أكتوبر عام 1973 باعتباره عضوا في غرفة العمليات، كما أنه كان مرشحا للإشراف فنيا على الفريق الذي سيقوم بقطع أنابيب النابلم التي زرعتها إسرائيل بطول خط بارليف. ويضيف جبريل أن المشير أحمد إسماعيل عندما أبلغ الرئيس السادات بهذه المعلومات التفصيلية عقب نجاح العملية رد عليه بالقول: لولا هذه العملية لاستطاعت إسرائيل القضاء على القوات المصرية في أول ساعة من الحرب. الأيام الأخيرة في حياة هبة سليم سجلها الكاتب أكرم السعدني على صفحات مجلة روزا اليوسف نقلا عن مأمور سجن النساء الذي أكد أنه لم يبدو عليها أي مظهر للقلق أو الاكتئاب، بل كانت تقضي وقتها كله في التزين ولبس الباروكات ورش غرفتها بالمبيدات الحشرية والتعطر بالبرفانات، وأنها كانت على يقين بأن هناك قوة في الغرب ليست إسرائيل وحدها سوف تجبر القيادة المصرية على إخلاء سبيلها. وقامت هبة بالفعل بإرسال التماس إلى الرئيس السادات لمنحها عفوا رئاسيا، وكذلك قامت بإرسال خطاب إلى السيدة جيهان السادات عن طريق المجلس الأعلى للمرأة، ولكن هذه الالتماسات رفضت جميعا. أرسلت إسرائيل الكثير من الالتماسات للسادات بشكل مباشر أو غير مباشر تطلب منه تخفيف الحكم على هبة سليم، كان آخرها عن طريق هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي، فقد حضر إلى أسوان لمقابلة الرئيس السادات في أول زيارة له إلى مصر بعد حرب أكتوبر 73، وفوجئ السادات به يطلب منه بناء على رغبة شخصية من جولدا مائير أن يخفف الحكم على هبة سليم. وفطن السادات أن الطلب سيكون بداية لطلبات أخرى ربما تصل إلى درجة إطلاق صراحها، فقال له السادات إنه تم تنفيذ حكم الإعدام فيها اليوم، وكانت تلك هي الإشارة لسرعة تنفيذ الحكم في الجاسوسة هبة سليم. فبعد هذا اللقاء مباشرة جاء أمر رئاسي باستعجال تنفيذ الحكم على مواطنة مصرية ارتكبت جريمة الخيانة العظمى للوطن.